في وبدات كنفكر في الاتجاه المعاكس. خي الزاحل وستحياتي وليت كنفكر في الاتجاه المعاكس، كنرجع بشريا باش كنفكر كنقول وكيفاش دابا هاد الجزيره جات معها بلاد نحسكها مع نشأة القاعده مع قناه الجزيره باش تروج لينا القاعده باش ملي تجي 99 فهمتي و2000 و2001 يوقع جات حسكه القاعده مع الجزيره تم تم. واحد حاجه اخرى كنشوف بان الجزيره اول قناه تطبع مع اسرائيل، اول قناه متبعه مع اسرائيل هي اول قناه كتكتب اسرائيل في سميتو اول قناه. انا القنوات الاخرين اللي كنا كنتفرجوا فيهم بالمغرب ديال تونس ديال الجزائر ديال كلشي الاراضي المحتله فلسطين ولا الاراضي المحتله اسرائيل اول مره غنسمع عنها هكذا اول قناه كتطبع اول قناه كدير في اطار ما يسمى بالتفكير هكذا كيجيبوا له الناس ديالهم ديال اسرائيل كيهضروا اسرائيلي كيهضر في القناه هو كيدخل لك من داك المنطق ديال وفي اطار نسمعوا العدو نتاعنا نعرفوا الاعداء نتاعنا كيفاش كيفكروا كيطبعوا جدك يا هذاك ماشي تطبيع هذاك مورسيه تطبيع ولا مش تطبيع يا مورسيه مجتهد يا 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 يا, يا بتوع المدارس ايه يا ابن عمي تحليل منطقي نونا صافي ملي قالتها نونا صافي اذا تحليل منطقي لا لا انا كنقول لكم الاخوان كنتكلم معكم شوف هكا ما حافظ ما كاتب ما استزعت راه كنبارطاجي معكم هكا فين نرجعوا دابا اخوتي نرجعوا للموضوع نتاع حزب الله وهذا الشيء اللي وقع هاد ايران باعت كل شيء الرئيس الايراني مع الخرجات اللي دار البارح واليوم بخصوص التوجه الجديد ديال مع امريكان الى ربطناها مع امريكان الانتخابات في شهر 10 مع رئيس جديد انا ارجح 99% انه غادي يكون هو مول 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 مول, مول سميتو مول بريتا ترامب يعني هادشي كلشي كيتوجد لترامب هادشي كلشي لا جيوبوليتيك جديده كتوجد باش ترامب يجي ويدير السياسه نتاعته بطريقه اخرى هموت تحياتي من دعمي كنشوف كضحكي واش كضحكي عليا ولا كضحكي معايا العالم الجديد اذا هاد التراجعات اللي دارتها ايران على مستوى التصريحات هاد البيعه اللي دارتها الحزب شوف حزب الله البارح واليوم تباع من طرف ايران ما فيهاش نقاش ما حيداليش انا هذه ما فهمتي ما تحيداليش انا مراسي ايران باعت العرب من الاخر الفرس باعوا العرب ماشي قضيه ديال سنه وشيعه لا 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 لان باعت الشيعي ديالهم اش كنقول انا هادو دابا اللي فهمتي والله انا كان زعما استغرب كيفاش انهم في العراق وفي لبنان وفي سوريا هادوك الشيعه هادوك العباط تما مازال ما فهموش هاد القضيه لو كانوا فعلا اذكياء والله ما يبقى فيهم شي واحد شيعي والله عربي واحد ما يبقى شيعي ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش اللوجيك كامل صراع فارسي عربي في ذاك المنطقه هذه تركي هذاك الشيء داك الشيء في العمق في العمق فارس باغي ترجع الامجاد نتاعتها العثمانيين باغيين يرجعوا الامجاد نتاعهم من الاخر التركي والله ما يعقل عليك التركي ها كيدوخكم داك الشيء دوخ عباد الله وشحال ديال المبردعين مشاو دابا عاد فاقوا وحنا كنت كنقولها لهم انا شحال هادي كانوا كيهجموا عليا كانوا كيسبوني شي 3 سنين كنت انا هضرت على القضيه ديال اردوغان ما عرفتيش داروا لي انا واحد المره في واحد الفيديو ولا ما خلاوليش دابا عاد عاقوا عاد فاقوا يا الكوانب هذاك سميتو اردوغان تركي راه ما كاين لا خليفه المسلمين ولا خليفه الزعتيين ولا خليفه الزمريين كيضرب على الكراد ديال الاتراك كيضرب على تركيا والله ما يعقل على تواصلك المصالح نتاع بلادو هي رقم واحد
والفرس كذلك. نهار اللي غيفهموها مزيان عاد غيعرفوا بان هذه البلاد ديالنا السعيده حتى هي خصها تضرب على قراتها. انا استغرب كيفاش بنادم هز لها مقسم بالله الا بنادم عامري مشاكل في المغرب عامري مشاكل هكا داخليه وخارجيه عندنا رهانات على برا هكا رهانات جيوسياسيه هكا مرتبطه بالقضيه الوطنيه ديالنا الصحراء ياك وعندنا الداخل هكا نتاع الملفات والمشاريع والمشاكل والروايل وبنادم خلى هذا الزمر هذا كامل مشى كيحزن ولا كيفرح مع حسن نصر الله والله العظيم الا اش قال هذا الجزائري راك تخرط تحيا ايران ها ها وشنو غتحيا ايران ها ابقاو متبعين ايران انا كنقول يا ربي تبقاو متبعينها يا ربي والله العظيم الا جايبانكم راه صافي بقيتو انتم دابا في الحساب بقيتو انتم بقات الجزائر هي اللي بقات انا كنقول يا ربي تستمروا في هذا العبط ديالكم لاني الا كنتو اذكياء شويه بدا من غدا غادي تقلبوا الفيستا الا ما قلبتوش الفيستا غدا ولا بعد غدا وبقيتوا في ذاك الرهان ديال ايران نعطيكم 3 شهور 4 شهور ولا حتى تجيبوا الربح في ذاك الجزائر بالله زحلو استحياتي والله العظيم بالله الا مصيبه اجي ما سمعنا هذاك اللون وسمع سمع هذه نعاودوا نسمعوا هذه وغنسمع لكم الخطاب الرديف سمع زر من حسن نصر الله يدمر وزارة الدفاع الإسرائيلية هلا إذا بدك هلا إذا أنا ما بالغ أنا بحكي الأمور مثل ما هي قال له أنا ما بالغ أنا بحكي لك الأمور مثل ما هي زر الإخوان تكبس خلينا ما توقفوش تكبس نجيبوا 500,000 الله يحفظكم قال له زر الآن من حسن نصر الله يكبس عليه إن سميتو تمشي وزارة الدفاع الإسرائيلية سمعوا هذا الخطاب هذا صناعي فريوسكم باش تفهموا هذه المعادلة لو عندنا أطماع فيكم 12 ساعة 12 ساعة بزاف 12 بزاف مع ذوك التطور تاع الجيش 12 ساعة بزاف عسكر والله ما يقدروا يتحركوا والله ما يردوا كرتوشة يخافوا والله ما يردوا كرتوشة وكي نقول نحلف لكم والله التاريخ يخيف السلوش نفس سكريبت نفس الهضره نفس الخطاب نفس العقليه وهاد العقليه هادي انا تطمئنني يا خوتي اقسم بالله العلي العظيم ملي كنسمع هاد النوع تاع الخطابات اطمئن كنقول رانا في الطريق الصحيح هذا الخطاب نتاع الصحاف نتاع العلوج نتاع غنديرو وهذوك اللي كيضربوا الطم وداك الشيء نتاع في خدام يشغلو شكون اللي كيهضر بن عمي كيلبس عليها فيستا وكيجي كيحط لهم تما التليفون وكيضحك وكيهضر اسمع فين غنمشيو دابا سي عطاف سبيكينغ توداي اون ماندي سو يو انجوي ذا ويكند يو ام انجوينغ ذا ويكند بيكوز ماي بريزيدنت واز سبوست تو سبيك ذا فورس ذا فيرست داي اند هي هاد تو بيكوز اوف ناشونال كوميتمنت هي هاز تو بوست اذا قال له واش عندك سبيك اليوم قال له لا حتى نهار الاثنين قال له اذا دوز ليا الويكند مع راسك ارتاح ليا مع راسك قال له واه اللي غادي نرتاح هاد اليومين هادي دابا لافروف سولك تشوف الطريقه كيفاش كيهضر الطريقه كيفاش كيهضر لافروف والطريقه كيفاش كيهضر عطاف خصكم تفرجوا لهذا الفيديو باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا خصكم تشوفوا داكشي التقفقيف التفتيف هذا لافروف هذا لافروف تالفين مع اوكرانيا تالفين لافروف دا روسيا صافي روسيا حتى هي تبهدلات وكيجي هذا العابط هذا الله يحفظك رشيد الله يكبر بيك من عندي كيجي هذا العابط هذا كيجي هذا قال له وراه تبون كان عنده الكلمه ما مشاش تبون علاش ما مشاش تبون خصو يمشي الحقيقه كان خصو يمشي يسمعوا تبون عاود يقول لهم مليار و300 مليون متر مكعب نتاع الماء ولكن مشى واحد السيد اخوتي اش هادشي
représentant permanent algérien, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-tchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorientée ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. عاود اخي الوزير الخارجيه ما فهمتكش مزيان داك الفرونسي ديالك شويه من دايره زيد عاود ريبريزونطون بيرمانون الجيريان ان بليس دوفرير لو جيت لو كوفير سيرتينمون افيك دو سوكيلان بلا دو تشيكوكا اي دو شوربا ا دي تيرورست دي رينيغا ان ديباندات سون رول ديستافيت ديزورينتي نو كونتريبيو غير ا لا بروموسيون دي ريلاسيون دو بون فوازيناج تشيكوكا و الشوربا عاود هادي اخوان شدوا معايا الشوربه والتكتوكه شكون كيعطيها الجزائر كتعطيها لمن لي تيرورست كتوكلهم الصبه يني بالله والتكتوكه يا لاتي في هادي في هادي عاود 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 ريبريزونطون بيرمانون الجيريان ان بليس دوفرير لو جيت لو الممثل الدائم الجزائري بالاضافه الى منحي اون بليس دوفرير ياك سيرتينمون افيك دو سيكور بلاتي نشوف ايوا واش هادشي ما بغاش يتشارج مشاكل لو مالي كوم اون ولايا سيتادير اون بروفينس الجيريان ها جو ريبيت لو مالي اكزيج دو سي دو انرغومون ديبلوماتيك كي سيس دونتري دان ليستوار ا ريكولون مانيفيستمون ايز اونور توت ا لا فوا ليستوار انت بيبل فرير دو مالي اي دو لالجيري et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car il considère à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je le répète pour une dernière fois. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie, et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car il considère à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste très attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi sommes-nous préoccupés par le niveau de violence au Moyen-Orient, notamment dans les territoires palestiniens. M'cha hadak chi dial Moyen-Orient. Khlina dab hna ghi fil Jazair. سمعتوا قالها ثلاث مرات قال له في الوقت الذي يعني حنايا كمالي وكذا وهذه وداك العلاقات اللي كاينه بيننا وبين كذا وبين الشعبين المالي والجزائري قال له فان الجزائر تعتبر مالي ولايه جزائريه جو ريبيت اون دوزيام فوا جو ريبيت اون تروزيام فوا يعني القضيه غتكون شاغه دابا عمي شتو هادي غادي 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 غدا ان شاء الله يا ربي شتش هذا واحد الخبر ما ناكدش منه الاخوان مازال قال لك بيان مشترك بين المغرب والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد يعلن عن الانطلاقه الفعليه لتنظيم اقليمي يدعى كونفدراليه الساحل المكونة من البلدان الموقعة على البيان ويهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى الأطلسي في إطار مبادرة جلالة الملك لولوج دول الساحل الأطلسي مرورا بالصحراء المغربية. إذن هذه الأمور هذا الملف هذا غدا غادي نطرقوا له بتفاصيل لأن ملي كتجيك الحاجة على غفلة ما كتكونش من داير. أيوا دابا بن عمي ديالي ما هادشي ما بانليش هشام شكرا خويا هشام الله يحفظك اه صافي 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 حتى هذا غادي نمشيو عنده
إذن الإخوان غادي كما قلت لكم ابتداء من الأمس البارح قلت لكم بأنه إلا ما هضرناش حنا الدولة الجزائرية ما غدير والو من أجل شعبها. اليوم كاين بلاغ أخوتي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة، اسمع الجزائري، حنا نساهم في أنك تكون مزيان يتهلاو فيك المبردع، حنا كنأثروا على الدولة نتاعكم، حنا كنأثروا على الرئيس نتاعكم، على وزارة الصحة نتاعتكم. اسمع، نظرا للوضع الصحي الذي تشهده بعض ولايات الجنوب مع ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة، تعلن وزارة الصحة أن الحالات المصابة يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها، كما أنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على مستوى المركزي والمحلي. كما تعلن وزارة الصحة أنها وللأسف أصبحت تسجل أعدادا مضاعفة من الحالات الخطيرة بسبب الانتشار السريع للعدوى ولقلة الأطر الطبية اللازمة لمحاصرة المرض المنتشر. وعليه وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تعلن وزارة الصحة لعموم المواطنين أن جميع ولايات الجنوب أصبحت منذ اليوم ولايات منكوبة، وعليه سيتم إغلاق كل الطرق المؤدية إليها ومنع دخول وخروج المواطنين منها لمدة شهرين تبدأ من تاريخ اليوم. إمتى تحركت وزارة الصحة الجزائرية؟ إمتى تحركت الدولة الجزائرية؟ حتى تكلمنا حنا، حتى فضحنا هذا الشيء حنا، عاد درنا فيهم النفس، عاد درنا فيكم النفس يربع ديال 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 سميتو. دابا غنشوفوا هذيك ابتسام حملاوي واش غدير معكم. ابتسام حملاوي واش غتمشي للضامن مع الجزائريين؟ ياك شتوها المبردعين ابو صبع الزرق، ياك شتي ابتسام حملاوي مشات لتندوف، جمهورية تندوف، مشات باش تصور مع الرئيس ديال تندوف، دات جوج طيارات ديال المساعده تلمن للجمهوريه تاع تندوف، وخلات الجزائريين ديال الجنوب الجزائري ياك كيموتوا، خلاتهم كيموتوا. بغيت نوريك التصاور، داكشي خطير. اليوم ماتوا خمسه في تيمياوين، اليوم ماتوا خمسه في تيمياوين. شوفوا الجزائر، نوريها لكم بلاتي غنوري لكم الحاله ديال الجزائر صاحبي. هادو كيقول لك انتم عندكم الحمير وعندكم البغال في الحوز، اجي تشوف ابن عمي، اجي تشوف فين راك الكدار، فين راك المبردع، فين راكو اين انتم لا ماشي هذا، ماشي بشر ها هو. شوف ها هو اللي نشروا، راه جزائري، ها هو من الجنوب. شوف الحاله، شتو السيروم الاخوان في الصفر، ها هو صفر، شتو السيروم، شتو وزاره الصحه الجزائريه في الجزائر، شتي الشعب الجزائري في الجزائر، شتو ها هو الرئيس تبون، شتو ها هو رئيس الجمهورية، ها شتو الحالة ديال الدولة اللي باغي تفرض الفيزا على عباد الله باش ما يدخلولهاش إلا بالفيزا، شتو الحالة اليوم. سمعوا هاي المقابر، ها المقابر 28 سمع شهر 9، شحال اليوم في الشهر؟ اليوم السبت 28، سمعوا. السلام عليكم، اليوم السبت 28 شهر 9، عندنا 9 وفيات اليوم، 9 في تيمياوين. هذا الشيء ضد العاصر، اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. من السبيطار من العيادة إلى المقبرة،
شوف شوف الشوارع كي دايره في الجنوب الجزائري. شوف يوم السبت، شوفوا الجزائر، شوفوا 20 شهر 9. يا زيدان يا زيدان اذا راك قلت للوضع، شوف شوفوا الازبال، شوفوا الشوارع ما يطمن زيدان. 2025 هذه الفايده كاينين الاطباء ما شفناهمش، الاطباء وما شفناش الادويه، ما شفناش الاطباء ما شفناش ادويه. راهي الحاله كارثه. عندنا اليوم 4 وفيات في التمياوين، جايين من الصحراء هذه نتاع عجله مكرور انه هنا سامق ومازال ما لحقوش للطبيب كي ماتوا. وما على الرسول 4 ماتوا والاخرين جايين عاد في الطريق وما غير لقاوش لا دواء لا طبيب. الناس الداخل هذه الواحده زواله وهذه الواحده ونص تقريبا. هادشي اليوم، هادشي اليوم الواحدة زوالا من هادشي اليوم. شتو الخطورة ديال الأمر في الجزائر؟ قال لك أفضل منظومة صحية، قال لك حنا في التنمية البشرية فايتينكم المغاربة، حنا عندنا كدا وتسعين، كلشي مزور، كلشي مزور، الأرقام اللي كتدفع في كلشي، لا في القراية لا في التعليم لا في البنيه التحتيه لا في الصحه، كاع دوك المؤشرات اللي كيتعطاو لسميتو كلها مزوره. هالدلائل هالدلائل هذه هي الدلائل ابن عمي. لا ماشي هذا، بلاتي نشوف، ماشي هذا، لا صافي هذا تسالا، هذا مشى، هذا مشى، نرجعوا لهذا. الخبر الاخير الاخوان، وغادي ونقدر داك الساعه نشوفوا شنو نقدروا نتفاعل معكم. خبر اخير، الجزائر تعلن رسميا انها قررت بشكل نهائي عدم الانضمام الى مجموعه البريكس. اذا الاخوان مجموعه البريكس صافي، الجزائر قررت نهائيا انها ما تدخلهاش. وشنو تكتب في ذاك المقال؟ اسمع شنو تكتب في ذاك المقال. والحقيقة هي أن إحدى الدول الأعضاء في مجموعة البريكس التي تطبع المصالح التافهة بعيدا عن التقشف الاقتصادي، هذه الترجمة ديال جوجل، استخدمت حق النقد ضدها بإصرار يكاد يكون مسرحيا، وبالتالي منعت عضوية الجزائر. وفوق كل ذلك فإن هذا البلد يتصرف ليس عن قناعة ولكن بأوامر من إمارة خليجية متواضعة. زيد ضغطا خبيثا بقدر ما هو استراتيجية بالأعضاء بضمن القضايا. المهم الخبر اش كيقول هنايا؟ كيقول بأن علاش ما تقبلاتش في المرة الفايتة؟ لأن واحد الدولة من دوك خمسة ديال الدول هي اللي دارت بامر من الامارات. شكون غتكون هاد الدوله هذه؟ الهند. كيتهموا الهند بانها هي اللي دارت الفيتو ضد الجزائر بامر من الامارات. على اساس هي اللي ما بغاتش ماشي ترفضت. دابا من بعد فهمتي كيفاش؟ دابا قالت لك لا حنا اللي ما بغيناش ندخلوا، زعما دابا بحال دابا راه غادي تدخلي. دابا ملي كانت مع الامارات وكانت مع الهند غيقبلوها. بشاخ برتلاخ يا ودي بشاخ. شوف السلام عليكم، علق لي، شوف اعطيني التصويت ديالك انتيا، راني داير التصويت هنايا. مقتل حسن نصر الله من طرف اسرائيل، يعني مسألة مؤكدة. تأكيد كاين، راه عندي مؤكدة من طرف يعني حزب الله نفسه يقول على أن أميننا يعني صفية من طرف إسرائيل. الخبر مؤكد. واش يفرحك الخبر أم يحزنك؟
انا انديفيرون، لا يفرحني ولا يحزنني. لست مهتم. علاش لست مهتم؟ ما كانش هذاك المجرم ديال حسن نصر الله شحال هجر ديال الشعوب؟ شحال قتل السوريين، قتل اليمنيين، قتل العراقيين، ذبح اللبن، ادخل لبنان في يعني في واحد يعني كيما نقولوا في واحد الدوامه ديال الحروب يعني لا نهايه لها. هذا 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 حزب الله هذا. واليوم والقي عليه القبض على انه يدرب الميليشيات ديال البوليخاريو ضد الشعب المغربي. كيف لا يفرحك هذا الخبر؟ بما انه انا عارف لا يفرحك لانه قتله المجرمه ديال اسرائيل. نعم اسرائيل مجرمه، قد اسرائيل مجرمه، ذبحت قتلت فعلت، ولكن ما فعله حزب الله اكثر اجراما. ما فعله حزب الله يعني في ظرف 4 سنوات ولا 5 سنوات في سوريا لم تفعله اسرائيل في 70 سنه. ما فعله حزب الله في لبنان لم تفعله إسرائيل في 70 سنة. ما فعله حسن نصر الله مثلا في العراق في هذه السنين الأخيرة لم تفعله إسرائيل. ما رأيك؟ مشاكل أخي دابا أنت كتحرجني السي عبد القادر. لا ما نحرجكش، استطيع الرأي ديالك صريح. يعني إما مع هذا وإما مع هذا، إما حزين إما فرح، ما تعطينيش بين وبين. انا الموقف ديالي قلت قبيله في اللايف، راه قبيله تكلمت تقريبا ساعه في هذا الموضوع هذا. في هذا الموضوع هذا كنقول بان ما حدث انا بالنسبه لي لا يفرحني ولا يحزنني. لا يفرحني ولا يحزنني، هو واحد العمليه عسكريه مع جماعه عسكريه، بحال الا وقع الحدث في امريكا اللاتينيه ولا في الهند ولا في استراليا ولا في شي بلاد اخرى. انا نقدر مثلا نحزن، ساحزن او لا احزن لوفاه الابرياء من المدنيين، نعم، ولكن ما دام حزب الله جماعه مسلحه واسرائيل عندها السلاح وكذا، دوبك عسكر مع عسكر تقاتلوا، والله ماشي سوقي انا. ولكن اسمح لي، انا نتفق معك حتى لهنا راك راني معك، ولكن هذاك حسن نصر الله راه كان يمول جماعه ديال البوليخاريو، وهذه دوزام ديالنا يعني قناه رسميه قالت لك عندنا عناصر من حزب الله في السجون المدنيه ديالنا المغربيه، عندنا عناصر من حزب الله في السجون المدنيه ديالنا. اذا مثلا اذا مات الدهل بن دير ولا مات ابراهيم غالي، عندي انا كيف بحال حسن نصر الله، وعندي حسن نصر الله يمكن اشهر من ابراهيم الرخيص، لانه هو الذي يموله ويدربه. لا موقف ديالك محترم اخي عبد القادر، زعما ماشي موقف ديالك محترم، زعما موقف يعني انت يا راه عندك مشكل غير مع اسرائيل. نعم عندك حق على ما اسرائيل مجرمه، نتفق معك، ولكن شكون اللي اكثر اجراما؟ شكون اللي دار الثوره المضاده ضد السوريين؟ شكون اللي قتل السوريين؟ شكون ماشي حزب الله الاجرام ديال حزب الله؟ شكون اللي قتل اليمنيين دار يعني الثوره المضاده ضد اليمنيين وجروا على عبدو منصور من غير هاد الحوثيين اللي كان يعني يمولهم حزب الله؟ شكون اللي دخل لبنان في حرب؟ هذه الحرب اللبنانيين هما نفسهم فرحوا، لبنانيين وفرحوا، قال لك هذا يمشي علينا هذا الطاغيه هذا. وحنا المغاربه كذلك، شفت سوريين شفت لبنانيين خرجوا داروا الشربات وفرحوا في الشوارع وكذا، فرحوا اليمنيين، كاين فرح يمني غادي من بعد نجيبوا الفيديو، كاين فرح يمني، كاين فرح سوري، كاين فرح عراقي. وهذيك هذيك امور تما كتعني الصراع ديالهم تما معاهم، انا ما حنا بعادين، انا كنظن حنا بعادين، ولكن أذانا شويه حزب الله، حنايا أذانا حزب الله اللي كانوا يمولوا البوليخاري، ماشي أذية هذه، ماشي ما كانش أذينا. وعلاش مثلا القصر المرادية راه غضبان لأنه التمويلات والتدريبات راه غادي تنقص عليهم، المشروع ديالهم اللي كان متكامل ما بينهم وبين نظام مرادية راه غادي ينقص. لا الجزائر غضبانين، لأن فعلا هذاك السور اللي كانوا متكيين عليه خرج لهم راشي، تبين أن إيطاليا ضعيفة
وما كاين لا لا صافي داك الشيء راه مشى لهم. انا كنشوف انا المغاربه خصهم يفرحوا، المغاربه خصهم يفرحوا، واخا انه كما تقول انت يا بعيده علينا الشرق الاوسط وبغي، ولكن راه يلعب لنا بواحد القضيه شعوريه اللي حنايا يلعب لنا بهذيك القضيه الفلسطينيه والقضيه ديال كذا والقضيه هذه هي اللعبه اللي كان يديرها لنا. ووصلنا لهذه المساله. انا كنشوف هذا اللي كان يمول البوليخاريو، اللي كيمول البوليخاريو ضدنا يخص المغاربه يفرحوا. واليوم اليوم السيد بوريطه، يعني تراك تكتب لا انا راني نكتب والو. اليوم السيد بوريطه قال يعني هضر مع الامم المتحده على انه يجب اخراج الملف نهائيا، الملف ديال الصحراء المغربيه اخراجها نهائيا من الامم المتحده. كيفاش عاود كنت اليوم في الخبر العاجل ان السيد بوريطه تكلم مع الامم المتحده، يعني وجه رساله للامم المتحده لانهاء لاخراج الملف نتاع الصحراء المغربيه نهائيا من الامم المتحده. يعني هذه الاحداث هذو، تراكم ديال هذه الاحداث هذه اعطت القوه ديال 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 انه هذه المساله راح تنتهي يعني تقريبا تمام. وحنا اللي كنا كنقولوا المتطرفين، الذي كانوا يعرقلون هذا تسويه القضيه الفلسطينيه، شكون هذا المتطرفين؟ هذا حزب الله والاذناب ديالو. ما عاودنا اعطي رايك. شوف انا دابا غادي نسولك وشنو الراي ديالك في ايران دابا. ايران الرئيس نتاع ايران قال لك سيدي هو بغى بحال بدا كيبرد شويه مع الميريكان، قال لا خصنا نجلسوا نتفاوضوا نهضروا. شنو بالك انت في هذا الشيء نتاع شوف الرئيس الايراني الجديد، لان هذا الرئيس الايراني الجديد الرئيس، فهمتي كيفاش؟ شنو القراءه ديال هذا؟ المهم الرئيس الايراني الجديد والرئيس الايراني المقتول، الرئيس الايراني المقتول في المروحيه من طرف كذا، المهم تما اسباب. والرئيس الايراني الجديد هذا ربما منصب من طرف امريكا، وراك شوف لي واش قال، مشى للامم المتحده واش قال لهم؟ قال لهم اتبرعوا بالعمل التطرفي ديال الحوثيين، يعني تبرع بالحوثيين وتبرع. وربما هو اللي ربما ايران هي اللي قدمت المعلومات على المواقع التي يتموقع بها هذه القيادات، التي يتموقع بها هذه القيادات الكبرى، انت الاذناب انت ايران، مثل حزب الله، مثل حماس، مثل الحوثيين الى اخره. وهي اللي راه وايران ربما هي اللي راه تقدم، لان ايران هي اللي تعرف المواقع ديالهم. شكون اللي يقدر يعطي معلومات لاسرائيل باش يضربوا مواقع معينه فيها قياده اسرائيليه؟ شكون اللي يقدر يدير هذا العمل هذا من غير ايران؟ يعني ايران بعت حزب الله. اذا ايران الان هذه المساله نتاع الاذناب ديالها وكذا انها تنهيهم نهائيا، وربما ستصنع يعني اشياء اخرى. وهذه وقالت وفي كنا عمرو سمعنا احنا ايران تقول امريكا حليفتي وصديقتنا وكذا من غير هذا الكلام الجديد، ديال هذا الرئيس الجديد المنصب امريكي. وحتى القديم وحتى الرئيس القديم ربما كان منصب امريكي، كل واحد كان المهمه ديالو كيفاش يسوقو يديرها، كل واحد تعطيلو المهمه ديالو. اليوم ها كيفاش خصك تتكلم، والواقع الجديد ها كيفاش خصك تتكلم. وي اذا شكون الشعوب المسكينه المذبحه والمهجره اللي كانت تصفق؟ انا ما عمرو صفقت لهذه المساله. دائما نقول لهم القضيه الفلسطينيه، دائما كنقول لهم يا ودي هذه راها استغفال واستغفال للشعوب. دائما كنت نقولها، دائما كنقول لهم راه ماشي دينيه، كنقول لهم مساله سياسيه، وكنقول لهم يعني من الادوات اللي كتعامل بها الامبرياليه يعني لابقاء الشعوب العربيه غارقه في اوحال ديال الديكتاتوريه. ها هما مازال الشعوب العربيه في 2011 واش داروا؟
انت ما تقولوش المهم الشعوب، شعوب شعوب ما نقول لا عربيه لا اسلاميه لا والو، الشعوب بصفه عامه، الشعوب ديال الاوطان ديالها، شعوب مصر، شعوب العراق، شعوب دار ثورات، ثورات من اجل الحريه والكرامه، ولكن شكون اللي انقلب عليها؟ شكون اللي انقلب عليها؟ شكون انقلبوا عليها؟ هذا حزب الله وكذا وهذا الديكتاتوريين. علاش؟ باسم القضيه الفلسطينيه، باسم الممانعه والمماتعه. عشان نقول لهم ان هذه القضيه الفلسطينيه يجب ان تنتهي، يجب ان تنتهي والى الابد، باش الشعوب الاخرى تقاد. لا باش يعني باش كل شعب يبدي يهتم بالوطن ديالو، مثلا العراقيين يهتموا بالوطن ديالهم وينساو هذه القضايا الاخرى، مثلا السوريين يهتموا بالوطن ديالهم، اللبنانيين يهتموا بالوطن ديالهم، المغربي يهتموا بالوطن ديالو، الجزائريين يهتموا وينساو، وكل واحد يخدم الوطن ديالو وعاد يمشيو للامام. المرحلة الأولى كل واحد يبني الوطن ديالو. حنا كنقولوا هذه القضية الفلسطينية قضية عالمية، واحد يقول لك قضية إنسانية، واحد يقول لك قضية إسلامية، واحد يقول لك قضية شيوعية، لا هي قضية للفلسطينيين. حنا ما علينا غير نأيدوا هذاك الشعب الفلسطيني. أنا كنقول هكذا، ما كنقولش أنا قضية إسلامية، ما عمرو قلت قضية إسلامية، وما عمرو قلت قضية إنسانية، هي قضية إنسانية. فرنسا ولات، فرنسا تلعب بهذه القضية هذه. فرنسا بنفسها هي دارتها، وفي نفس الوقت كتقرر البزوز انه قضيه وكذا، هي كتعطي السلاح لاسرائيل، كتعطي السلاح لاسرائيل باش يقتل البزاويين، وفي نفس الوقت تقول لهم اسرائيل راه اجرمت في حق الاطفال. وشوف اللعبه كيفاش دايره. هادشي صعيب اخي كتفهموا. فعلا اخي عبد القادر. المهم الاخوان، شكرا شكرا مره اخرى ان شاء الله. انا غادي نقعد واحد شويه، غادي نشوف المصوتين. يلا شوف تحياتي الريفيه المغربيه. سول الكتاكيت رابع الكتاكيت بانوا لي ما فين راهو غابرين، واش كاين شي حاجه ما هياش داخل الكتاكيت؟ الجسد الكتكوتي ما عجبنيش، لاحظتوا ما لاحظتوهاش؟ وعسى ان شاء الله تكون خير، ان شاء الله يكون خير، ما ان شاء الله يا ربي ما يكونش شي حاجه اللي خايبه، عسى المانع خير، لعل المانع خير. الزهره تحياتي، صافي انا سكت. صافي انا سكت على الزهره، صافي. اي اي دابا غادي نسمعوا، شحال باقي ديال الوقت؟ باقي له 10 دقائق، نضحكوا شويه. دابا غادي نسمعوا اخوتنا بن قرينا اللي غبر من نهار الانتخابات ما بانش، بعد فرض التاشيره المزعومه التي يعني يتوقع النظام الجزائري ان تكون الطلبات بالمئات الالاف، خرج لنا بن قرينا. سمع اش كيقول. سمع. وقد تابعت جميع النظام هذا واسمه باكسيسيوس ولا اسمه هذا بيغاسوس والله عيد الله يقص رسالة ان شاء الله. هذا النظام اللي جسوا فيه حتى على جيرانهم الاوروبيين، ولعل جزء من الموقف لاحدى الدول، حتى لا احرج يعني، لبعض الدول الاوروبيه التي كانت تربطنا مع علاقات صداقه استراتيجيه، وغيروا موقفهم لا اخلاقي من القضيه الصحراويه، يقال بانه نتيجه اختراقات لمسؤولين في هذه الدوله ولزوجات مسؤولين في هذه الدوله. انا هاني ما حددتش باش ما يقولوش قال فلان واش بالدوله. بن قرينا، لماذا تستحمرون الشعب نتاعكم؟ لماذا دابا انت هنا كتكلم على القرار ديال فرض التاشيره، وباغي تقنع المبردعين بان فرض التاشيره كان بسبب ان هذوك المغاربه اللي كيجيو عندكم كيديروا التجسس، وباش تقنع المبردعين بان المغاربه كيتجسسوا جبتي لهم القصه العبيطه ديال بيغاسوس بانه تجسسوا على اوروبا المغاربه وكذا، وهذه وصلوا حتى للزوجات ديال الرؤساء والرؤساء ديال داك الدول اللي كتكلم عليها. المبردع دابا غير قول لي مع راسك، اذا كان المغرب وصل لمستوى ديال التجسس عبر برنامج سميتو البيغاسوس ووصل الى زوجات الرؤساء، في نظرك ايها المبردع
غادي يحتاج لعبد القادر يصيفطوا لك تما جزار ولا 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 صباغ باش يدير لك التجسس. ما اجي واش لماذا تستحمرون شعبكم الجزائري؟ لماذا اقسم بالله لا اشفق على الشعب الجزائري من درجه الاستحمار اللي كيستحمروه. ما كيحترموش الشعب الجزائري نهائيا، يعتبرونه والو حمار ما كيفهمش. النظام الجزائري يحتقر الجزائريين، يحتقر الشعب الجزائري، كيتعامل معاه بحال لا انه حمار ما كيفهم حتى وزه. من هنا كتقولوا بان المغرب عنده البيغاسوس، ومن هنا كتقولوا بان المغرب كيصيفط لكم الناس اللي غادي تمشي تجسس عليكم في الساحات العموميه ولا في الخضاره ولا الجزاره ولا في الشوارع ولا في الاوتيلات ولا في القهاوي. هاد السيد اللي غنصيفطوا لكم فين غيمشي كاع؟ فين حدو غيمشي؟ دابا صيفطنا لكم واحد الجاسوس بنادم ماشي قمر صناعي، صيفط لكم بنادم، فين حدو كاع غيمشي في الجزائر؟ اش غيدير كاع كاع يماها مع باباها؟ فين شنو غادي يتجسس؟ على من؟ واش لهاد الدرجه نتوما ساهلين يدخل لكم حتى الكلوب دي بان؟ يدخل لكم المراديه لداخل؟ لهاد الدرجه نتوما ساهلين؟ فين غيمشي كاع؟ ياك حدو الجزار الخضار الريستو، ياك سعيد برصا مشى لتما، فين مشى كاع سعيد برصا؟ وهكذاك وسادين عليه خايفين ديرينو في الطوموبيل بحال بحال شي رهينه مسكين. شمن مسكين هذاك؟ واش الشيطان ديال الشياطين حشاها لكم كاملين. ومن هنا ومن هنا ومزيو كذا وهادي وف وشنو غايدير؟ مشى الريستو، مشى الماطيشه، مشى لواحد القرد قال لهم ها هو ابرنوس